بسم الله، لو انا عايز اكتب نمبر اروح اكتب نمبر هنا واقول له ايه، عايز اشوف التأثير، هقول له واتش، او عايز اوصل من نمبر الواتش عشان اشوف الشغل بتاعي او اشوف الارقام، اخد من الاوتبوت بتاع النمبر للواتش واكتب هنا مثلا 5، الـ5 ظهرت لي. طب لو عايز اكتب كتابة اقول له سترينج. طيب السترينج ده لو وصلته هنا وكتبت اي حاجة هنا، هنكتب حروف، الاقي ان الحروف ظهرت عندي. لو عايز اكتب معادلة برضو، معادلة هيت اي معادلة انت عايز تكتبها، هو طبعا ما باخدش غير حاجة واحدة بس، اول ما بتوصل له انبوب جديد القديم بيتلغي، اقول له مثلا ايه 5 في 9، الاقي شاطر حسبها لي مظبوط. طب لو عايز حاجة بقى تغني عن كل دول هقول له ايه، اقول له كود بلوك. الكود بلوك اهوت، تمام. اكتب هنا مثلا اي رقم، الاقي ان ظهر لي هنا اوتبوت، اقدر اوصله هنا يطلع لي الرقم. طيب لو كتبت كتابة، انا هحط قوسين كده واروح كاتب اي حاجة انا عايزها، الاقي ان الكتابة هنا ظهرت عندي. طيب لو عايز معادلة أو تقول 5 في 8، اللي ظهرت لي، تمام. طيب ممكن برضو حاجة كمان، خليني أقول له أنا عايز أرسم نقطة مثلا إكس واي زد، تمام. طيب وآخد الكود بلوك دوت، تمام، وأقول له رقم وأروح دايس إنتر وأروح مدي رقم تاني. إيه اللي حصل؟ تمام، احط بس الـ النقطة وتحتيها العلامة ديت، تمام. ده بيحصل ايه كده، انا اديته مخرجين مش مخرج واحد، تمام. ممكن اروح ادايس انتر واديله مخرج تالت، تمام، بالشكل دوت. كده يبقى عندي 3 مخرجات، ممكن اروح موصل دوت بالاكس وده بالواي وده بالزد، تمام. يبقى انا بدل ما اقعد اكتب كذا نمبر، لا هو كود بلوك ممكن احط فيه حاجات كتير جدا. عشان نشوف الشغل بتاعنا هقول له واتش 3D، تمام. الفيكتور راح مدخل كده، واجي هنا اقول له ايه، ده كده حدد لي نقطة، تمام. ممكن لو انا عايز اظهر النقطة اقول له ايه بوينت، تمام، ويت. طيب عايز الكود بلوك، اروح موصل الكود بلوك بي بوينت، بدأت تظهر معايا اهيت، اغلق ده خالص. طيب لو انا قلت له خلي دي النقطة دي بصفر وخلي دي ب8، خلي دي ب3، تلاقي إن هي بتتحرك حسب الأرقام اللي بكتبها في الكود بلوك، تمام. فالكود بلوك من الحاجات اللي بتسهل علينا كتير أوي في الشغل، وإن شاء الله هنستخدمه كتير في اللحظات